مساء الخير. قتل قاسم سليماني في بغداد، وبغض النظر عن صولات الرد الإيراني على الحدث وجولاته، فإن الأضواء سلطت فوق لبنان. في البال أن حزب الله وأمينه العام تلقيا ضربة موجعة توحي لكل محور إيران في المنطقة أن من يقتل سليماني يقتل غيره، وأن الخطوط الحمر التي أسقطت بالنسبة لنظام طهران يسهل إسقاطها بالنسبة لجماعته التابعة. نصر الله وعد برد مستقل عن رد إيران، وهو غارق وحزبه في محاولة الادعاء أنهما قادران على التعامل مع ثورة الناس في لبنان. فقد الحزب غطاء التيارات السياسية التي رفضت الشراكة معه في حكومة لبنان الجديدة برئاسة حسان دياب، وفقد أيضا مشروعية موقفه السلبي من ثورة بات جمهوره علنا جزءا من بعض مشاهده. يقف حزب الله بعد مقتل سليماني مربكا أمام العالم كما أمام اللبنانيين. برلين ولندن وضعته مؤخرا على لائحة الإرهاب، بما يؤشر إلى بداية ميل أوروبي عام باتجاه موقف الولايات المتحدة، فيما تبدو حكومة لبنان التي أشرف وربما فرض حزب الله ولادتها على هذا الشكل لا تحظى بدعم اللبنانيين ولا تحظى بدعم العرب، ولا يبدو أنها قد تحظى بدعم العواصم البعيدة. فجأة يبدو سلاح حزب الله مشلولا عاجزا عن تلميع صفحة طبقة سياسية متصدعة في الداخل، وعاجزا عن تقديم خطاب يعترف به أن العالم قد تغير. والواضح هنا أن لبنان بأكمله متخبط هذه الأيام يعيش مخاض ما بعد سليمان. نقاش أبعاد هذا المساء مع الكاتبين الصحفيين الأستاذ عبد الوهاب بدرخان والأستاذ محمد شبارو. سيكون معنا من بيروت الباحث والكاتب السياسي الدكتور مكرم رباح، والناشر والباحث في الشؤون السياسية الأستاذ أنطوان سعد. سيكون معنا أيضا من واشنطن الأستاذ جو معكرون الباحث والكاتب السياسي. لبنان مخاض ما بعد سليماني بعد الفاصل. أهلا بكم. لبنان مخاض ما بعد سليماني، نقاش هذا المساء نبدأه بعد هذا التقرير. بات لحزب الله في لبنان مهام جديدة في مشهد الصراع بين واشنطن وطهران. اغتيل قاسم سليماني، ردت إيران بقصف قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق. أعلن دونالد ترامب أن لا خسائر بشرية في صفوف قواته. سارع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للتغريد بأن الرد نهائي يقفل الملف، فيما أعلن المرشد علي خامنئي أن الرد مجرد صفعة غير كافية ليصوب الأمر لاحقا ويعتبره ردا متناسبا. وهذا قرار قاطع وحاسم في محور المقاومة. وحده الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله وعد باسم محور المقاومة برد منفصل عن رد إيران، فسارعت واشنطن ولندن إلى التذكير بأن الحزب بجناحيه السياسي والعسكري جماعة إرهابية. في ذلك رجا أن لنصر الله مهاما جديدة تمليها طهران قد تكون شبيهة بالمهام التي كان سليماني يتولاها. بالمقابل يبدو الحزب مرتبكا وما زال في مقاربة حراك شعبي لطالما اشتبه في أجنداته، واعتبره كما خامنئي من طهران تابعا لسفارات أجنبية. هدد نصر الله من يريد الاستقالة بالمحاكمة، ومع ذلك استقال سعد الحريري وحكومته. ابتعدت الأحزاب المعارضة للحزب عن مشاركته أي سلطة، وبدا أن حزب الله الذي يحكم سيطرته على البلد بالكاد قادر على إقناع حلفائه الذين كلفوا حسان دياب بتشكيل حكومتهم بالتحصص داخلها. الشارع أيضا بدأ يظهر أعراض تفلت خرجت عن سيطرة طبقة سياسية تناوبت على حكم البلد وتقاسم غنائمه. بدأ فائض السلاح لدى حزب الله عاجزا عن ترويض غضب الناس حتى داخل ما يعرف ببيئة المقاومة. وفيما تتشاطر بيروت في تقديم حكومة ذات واجهات من التكنوقراط، فإن العواصم البعيدة والقريبة تجاهر أن لا سخاء ماليا ينقذ البلد قبل أن تظهر أي حكومة قدرة على مواجهة منظومة فساد لها حراسها. لسان حال المجتمع الدولي يقول إن الاغتيال سليماني فصولا لبنانية يدركها حزب الله قبل غيره.
بالانتقال إلى بيروت مباشرة دكتور مكرم رباح الباحث والكاتب السياسي من هناك. دكتور مكرم أهلا وسهلا بك. سؤال الأول طبعا حول هذا لبنان وحزب الله خصوصا بعد مقتل سليماني. هناك من اعتبر أن هذه ضربة بالنسبة لحزب الله، وهناك من اعتبر أيضا أن حزب الله وأمينه العام قد يكلف بمهام سليماني، أو على الأقل قد يكون له مهمات أخرى تختلف عما قبل سليماني. ما رأيك؟ مقتل سليماني وردة فعل حزب الله وبالتحديد تصريح حسن نصر الله أكد عن هشاشة هذا التنظيم الذي في آخر المطاف لا ينفع إلا في احتكار السلطة في لبنان وعبر قمع أي حركة احتجاجية ضده. وبالرغم من المعلومات المتوفرة بأن حزب الله يلعب الآن دور فيما يتعلق بالتنسيق بين الحشد الشعبي في العراق، أعتقد بأن أزمة ميليشيات إيران وعلى رأسها حزب الله فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية عليه والضغوط التي يتعرض لها من شارعه وبالتحديد الطائفة الشيعية في لبنان أو حتى في سوريا أو في العراق، يؤكد بأن مأزق حزب الله ومأزق حسن نصر الله هو إلى ازدياد، وأي كلام وأي تحدي علني لنصر الله هو مجرد للاستهلاك الداخلي ولتبرير لماذا لم يقم حزب الله وأي من ميليشيات إيران بأي ردة فعل وانتقام فعلي من مقتل أحد أهم القادة العسكريين لإيران بحسب زعمهم. هل برأيك دكتور مكرم، في طبعا يعني أنقلك إلى موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، هل هذه الحكومة تعتبر يعني واجهة من واجهات الفشل نوعا ما، واجهة من واجهات التراجع، أم لا هي واجهة من واجهات تأكيد هيمنة حزب الله على القرار في لبنان؟ هناك عدة تفسيرات لإعلان هذه الحكومة. أحد هذه التفسيرات بأن نصر الله وحزب الله يريدون تحدي المجتمع الدولي عبر فرضهم لهذه الحكومة، ولكن في نفس الوقت أنا باعتقادي بأن هذه الحكومة هي حكومة وجدت حتى تحرق، وأن حسان دياب بالرغم من أنه يلعب لعبة حزب الله هو لا يستطيع أن يؤمن الغطاء السياسي والاقتصادي لحزب الله، ومن هنا إصرار من قبل الثنائي الشيعي في لبنان على أن يعود سعد الحريري إلى الحكومة، ولكن هذا في هذه المرحلة غير مطروح كون سعد الحريري يواجه تحذير واضح من قبل أمريكا بأن أي حكومة تضم حزب الله على الطاولة سيتم رميها بالعقوبات الاقتصادية. ومن هنا لا أعتقد بأن حزب الله بالرغم من احتكاره لهذه الحكومة، حكومة حسان دياب، يريد الاستمرار بهذه المواجهة، كون هذه المواجهة على المدى البعيد ستؤدي إلى خسارته أكثر وأكثر. هذا ينقل لي مباشرة إلى واشنطن أستاذ جمع كارون، أهلا وسهلا بك. طبعا الموقف الأمريكي حتى الآن هو ما أدلى به وزير الخارجية مايك بومبيو في شأن لبنان وفي شأن حزب الله، لكن برأيك الكلام أيضا من بومبيو أننا سننتظر ونرى، ما الذي يعنيه ذلك؟ هل بالإمكان التعامل مع هذه الحكومة التي يقال عنها في لبنان أنها فعلا حكومة تمثل حزب الله؟ يعني هناك تجربة سابقة للمقارنة، هي حكومة نجيب مئاتي في النهاية تعاملت معها الحكومة اللبنانية، رغم كان نفس الحديث لحد ما أن هذه حكومة حزب الله. في النهاية لدى الأمريكيين مصالح في المنطقة، فبالتالي أعتقد يعني سيتركون موقفهم ضبابي في المدى المنظور حتى يعني تتوضح ما هي سياسة هذه الحكومة، ما هو بيانها الوزاري، وربما يعني استعماله كورقة ضغط يعني التأكد أن هذه الحكومة يعني لا تذهب بعيدا، كونها يعني حكومة لون واحد لا تذهب بعيدا في هذا السياق. أعتقد الموقف الأمريكي سيكون يعني متريث في المدى المنظور بانتظار يعني ماذا تفعل الحكومة بشكل عام. كيف تفسير أستاذ معكرون، كيف تفسير ما رميت إليه من موقف متريث، مع العلم أنه الولايات المتحدة تجاهر أساسا في ضغوطها ضد حزب الله في لبنان، ويبدو أنها حاليا تمارس ضغوطا على الأوروبيين هذه المرة لتوسيع هذه العقوبات لتشمل حزب الله؟ هل بهذا المعنى هم يريدون أن يصيبوا حزب الله دون أن يصيبوا لبنان؟ هل هذا يعني عملي؟ هناك دائما يعني يحاولوا نفصل بين الضغط على حزب الله سيستمر، هذا يعني أعتقد يعني هناك نقاش فيه كبير، لكن في موضوع الحكومة يعني هناك موضوع الجيش اللبناني، هناك موضوع المصرف المركزي، كل هذه جزء من المصالح الأمريكية، فبالتالي لا تريد خسارة كل نفوذها في الحكومة اللبنانية أي كانت هذه الحكومة، فبالتالي هناك انتظار يعني ليرى ما يعني ما هي هذه الحكومة، ما هي تفكيرها، ما هو
خلاصة، وأعتقد يعني سيكون هناك تسرع بفرض عقوبات على يعني عزل الحكومة بشكل كامل على المستوى الدولي، لا يخدم المصالح الأمريكية. لكن هذا لا يعني أن استمرار الضغوط على حزب الله ستبقى في المدى المنظور، يعني بطبيعة الحال. سأعود إليك بعد قليل. أستاذ عبد الوهاب بدرخان، أهلا وسهلا بك. أولا، هذه الحكومة كانت، ليس هناك مفاجأة، كانت منتظرة، وكانت منتظرة بهذا الشكل، حكومة لون واحد، وحكومة لون واحد نوعا ما استثنائية في لبنان. يعني لا حتى عندما كان يعني كما أشار الأستاذ جو معكرون حول موضوع حكومة نجيب ميقاسي لم تكن إلى هذه الدرجة لون واحد. هل هذه حكومة مواجهة أم حكومة، دعني أقول، مقاربة جديدة لحزب الله مع المجتمع الدولي؟ هذه الحكومة لا تستطيع أن تواجه شيء، ولا تستطيع أن تكون يعني صفتها الأساسية أنها حكومة مواجهة. في لبنان يطلقون عليها حكومة إنقاذ، أيضا ليست إنقاذية. هي بأحسن الأحوال يعني يمكن أن تدير الملف المالي والاقتصادي حاليا بحيث تجنب لبنان الخسائر الكبيرة، هذا إذا استطاعت، بمعنى أن توقف الانهيار المتواصل اقتصاديا وماليا. كيف سيتم ذلك طالما أي حالة إنقاذ ستأتي من الخارج؟ هل هذا الخارج سيعطيها كريدت، سيعطيها ثقة معينة؟ يعني استندوا في لبنان إلى مطالبة المجتمع الدولي، أمم متحدة، كل الدول، كل الحكومات تطلق النداءات، نريد حكومة، لأنه لا يمكن أن تتعامل مع أي بلد إذا لم يكن هناك حكومة. هذه يعني بديهية. لكن أي حكومة الآن، الدول ستبدأ بدرس مواقفها، ثم أن الحكومة مطالبة بأن تكون لها يعني إجراءات سريعة يعلن عنها بسرعة، أو خطط يعلن عنها بسرعة، بحيث تعطي فكرة عن منهجية الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية. في هذه الحال طبعا ستحاول الدول التواصل مع الحكومة لكي ترى ماذا يمكن أن تفعله، لكن أصبح معروفا بأنه يعني كل الجهات المرشحة للتمويل بشكل أو بآخر ليست متشجعة حتى الآن، ولا أعتقد بأن تركيبة الحكومة شجعتها، خصوصا مع الاستقبال الساخن من الشارع اللبناني. أستاذ محمد شبار، هناك طبعا نظرية أعتقد أنه من روجها هم من يدافعون عن هذه الحكومة، أنه هذه الحكومة أيضا مطلوبة دوليا وعربيا، ومطلوبة طبعا داخليا، وأنه مطلوبة أساسا، يلمح إلى ذلك أيضا أستاذ جو معكرون، لتمرير وقت معين حتى الآن ضبابي. هل هذا يعني أنه بالإمكان استيعاب هذه الحكومة دوليا، بالإمكان فتح قنوات مالية لهذه الحكومة، أم أنه لا، هناك معركة في المنطقة لا تسمح لتمدد إيراني بهذا الشكل الفاضح أن يحكم لبنان؟ يعني من دون شك هي حكومة من لون واحد، وكما عودنا لبنان أن تكون هناك ميثاقية ما في التمثيل كي يأتي الدعم والمساعدة الدولية، إن كانت من الإقليم أو من ما أبعد الإقليم، أبعد من الإقليم. فأنا أعتقد أن بشكل أو بآخر أن هذه القنوات حتى لو فتحت اليوم إنما ستفتح متأخرة، لأن على المقلب الآخر هناك ثورة في الشارع أو أشخاص في الشارع يرفضون كل ما يطرح، وأيضا هناك يعني وصل ما يسمى المعاناة الاقتصادية إلى الحد أو ما بعد الخط الأحمر لتنقذ ما يمكن إنقاذه. هناك يعني تواريخ معينة على الدولة اللبنانية أن تخرج بمدفوعات لخدمة ديون، لاستيراد مواد حيوية وأساسية، إن كانت هي الطاقة يعني أو فيول، أو إذا كانت هي أغذية. فكل هذه تتطلب ربما ديناميكية أخرى أقوى من هذه الحكومة. لكن هل حكومة ممكن أن نتفاجأ؟ مشكك فيها. هل ممكن أن نتفاجأ؟ طبعا هناك تحليلات كثيرة تقول أن هذه الحكومة غير مقبولة. المفاجأة ستكون إذا كانت حكومة حزب الله لديه خطاب ضد دول الخليج، خصوصا ضد الإمارات والسعودية، بالتالي هذه الأموال لن تأتي من هناك. لكن هل هناك مفاجأة قد تأتي من المؤسسات المالية تقول أننا داعمون لهذا البلد حتى إشعار آخر؟ المؤسسات المالية عمليا كانت تريد، إذا لاحظنا بالحكومة رئيس الحريري السابقة، كانوا يسعون لخفض العجز إلى ما هو تحت 7%، وثم سمعنا أن هذا العجز أخفض على الورق إلى 7.6، ولكن المطلوب هو 5 أو ما تحته قبل أن تضع
مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو مؤسسات أخرى ممكنها مد الدولة اللبنانية بأموال، خصوصا مع الفوائد يعني البسيطة حاليا بالأسواق العالمية، ربما يساعدها، ولكن ذلك لم يتم. وبالتالي ماذا سيغير رأي هذه المنظمات أو المؤسسات الدولية؟ هل هناك إصلاح فعلي في لبنان؟ هل هي قادرة على نهج هذا الإصلاح؟ هل هناك قرار سيادي لبناني يدفع باتجاه هذا الإصلاح؟ وهل يسكت الشارع على ذلك؟ هذا سؤال كبير. دكتور مكرم رباح من بيروت، هناك طبعا يعني موقفك، ويعني أريد أن أناقشك فيما أشرت إليه من أنه هذه الحكومة خلقت لتختفي أو لتحترق، لكن في نفس الوقت ما الذي سيسقط هذه الحكومة إذا كانت الأرقام البرلمانية على الأقل تحظى بهذه الأغلبية التي حظي بها حسان دياب، وقد أيضا تأتي بعض الأصوات من المعارضة لتثق بهذه الحكومة؟ هي أولا. ثانيا، لم نسمع أن أي عاصمة أوروبية أو حتى من الولايات المتحدة أدلت بدلو سلبي صادم ضد هذه الحكومة، بما يترك المجال للتفكير بأنها مقبولة حتى إشعار آخر. ما رأيك؟ علينا أن نتذكر بأن الدول الغربية وبالتحديد فرنسا وأمريكا لا تستطيع أن تهاجم هذه الحكومة منذ البدء، لسيما بأن هذه الحكومة شئنا أن أبينا أتت بعد مشاورات نيابية ملزمة وتطبيق للدستور، وظاهريا هي عملية ديمقراطية. ومن هنا تأكيد كل من فرنسا وأمريكا على رغبة هؤلاء الدول على التعاون مع لبنان في حال لبنان قام بالإصلاحات المطلوبة، وهذا شيء أكد عليه مؤتمر صدر. ولكن كما تعرف ليس هناك من إمكانية للبنان الحصول على هذه الأموال، لأن هذه الخطوات لم يتم تطبيقها، لا سيما كان هناك لائحة من الإصلاحات البنيوية للاقتصاد اللبناني والنظام السياسي اللبناني. الشيء الأساسي الذي سيسقط هذه الحكومة هو الانهيار المالي المستمر. أن طوابير الأشخاص الذي ينتظرون الحصول على أموالهم من المصارف، وكما تعرف أن المصارف اللبنانية تطبق نوع من كابيتال كنترول غير رسمي، وفي نفس الوقت أن حزب الله وحلفائه يقومون بخلق نوع من سوق سوداء للعملة الصعبة، وكل ذلك من أجل احتكارهم لهذه السوق الذي يستعملونها لإمداد شبكتهم المالية في سوريا. هذا الشيء لن يتغير، وأن الشعب اللبناني بأسره سيزداد شراسة ضد هذه الطبقة السياسية التي تستعمل السلاح والسياسة وحتى الإفقار من أجل إخضاعه. ولكن هناك قناعة عند كل الأطراف اللبنانية بأن ليس هناك مجال للتراجع في هذه المواجهة. في القسم الثاني سنحاول أيضا أن نناقش معك كمان ومع ضيوفنا حول موضوع هل أيضا هذا العالم يريد إسقاط لبنان ويريد انهيار لبنان، طالما أن هناك مشاكل كثيرة منها العدد الهائل للاجئين السوريين. هذا طبعا بعد الفاصل. أبعاد في القسم الثاني، لبنان مخاض ما بعد سليماني إلى واشنطن. أستاذ جمع كارون، طبعا صدر عن الأمين العام لحزب الله هذا التصريح الشهير الذي هدد به برد مستقل عن الرد الإيراني، يستهدف الوجود الأمريكي في المنطقة. أولا، لا أعرف إذا الولايات المتحدة تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، وبالتالي ما هي ردود فعل واشنطن العقابية ضد الحزب وضد لبنان في هذا المجال؟ وثانيا، وهذا سؤال مهم، هل للولايات المتحدة مصلحة في الدفع باتجاه انهيار لبنان وما يحمله هذا الانهيار من إمكانية يعني خطر متعلق بالهجرة بالنسبة لأوروبا، لكن أيضا خطر مباشر بالنسبة لإسرائيل؟ يعني طبعا تأخذ أي تصريح بجدية، يعني القواعد العسكرية في الأمريكية في المنطقة هي بحالة تأهب إلى حد ما الآن، في محاولة ترقب، يعني لا يزال هذا مرحلة تأهب مستمرة يعني في حال حصل أي شيء. لكن أعتقد يعني أصبح واضحا، هذا تقييمي بطبيعة الحال، أن ساحة المواجهة الرئيسية أصبحت العراق أكثر من لبنان، وبالتالي هناك تركيز أكبر هناك على كيفية حماية قواعد الأمريكية وكيفية إيجاد إطار سياسي معين كما فعل ترامب في دافوس لمحاولة استيعاب هذا الأمر. أما في موضوع لبنان يعني لا أعتقد يعني هناك رغبة أو نية أو قدرة لحزب الله لتحريك يعني هذه الجبهة في أي مكان، خصوصا بسبب الوضع الحالي الآن في البلاد. وأعتقد كان يعبر أكثر عن نظرة عامة لمرحلة بعد سليماني من ناحية النظام الإيراني. أما موضوع الانهيار يعني لا أعتقد أي دولة غربية تريد انهيار لبنان بطبيعة الحال، لموضوع اللاجئين وأكثر من موضوع.
لكن السؤال الآن هو كيفية إدارة هذا الانهيار بطريقة، وأعتقد يعني في النهاية بطريقة ما، ما لا أعرف الوقت أو متى سيتم التعامل مع هذه الحكومة كحكومة أمر واقع. لا أعتقد يعني يمكن الهروب من هذه المسألة، يعني أفهم الوضع في لبنان والمتظاهرين لديهم مطالب مشروعة بطبيعة الحال، وهذه الحكومة لم تلبي توقعاتهم. لكن بالنسبة أعتقد للمجتمع الدولي، إذا كان هناك حد أدنى من الإصلاحات لمحاولة إدارة هذا الانهيار، سيكون يعني ربما حد أدنى، ليس ربما مشابه لمراحل سابقة، لكن يعني سمعت أن رئيس الوزراء سيذهب بجولة خليجية يعني لمحاولة ربما إيجاد بعض الأموال، يعني هذا يكون مؤشر إذا كان هناك فعلا دعم ما، قد يكون مؤشر أن الأمريكيين ربما يريدون بطريقة غير مباشرة التسهيل. طيب. في مرحلة دعني أنقل هذه الفكرة الآن بمع صحيح، دعني أنقل هذه الفكرة دكتور مكرم ربع، هل لديك معطيات حول، لأنه سمعنا يعني الرئيس سعد الحريري يتحدث عن ضرورة تشكيل حكومة، سمعنا وليد جنبلاط يتحدث عن أنه وجود حكومة أفضل من الفراغ، وبالتالي وكأن هناك يعني خلفية إقليمية دولية تقول اذهبوا باتجاه أي حكومة لا نريد هذا الفراغ، هل لديك هذا الشعور؟ لا شك هناك هذا الشعور، ولكن في نفس الوقت هناك دور تلعبه كل الطبقة السياسية، وأن الحكومة السابقة لسعد الحريري كانت تستعمل نفس أسلوب أردوغان، أي محاولة تخويف أوروبا والغرب بخطر هجرة اللاجئين السوريين وعبورهم المتوسط. لا شك أن لكن هذا حقيقي يعني هذا الإمكانية محتملة أيضا، هو حقيقي، ولكن هناك دائما استعمال لهذا السلاح من قبل السلطة في محاولة لابتزاز الغرب. ولكن الشيء الأساسي هنا بأن الشعب اللبناني يقول نحن لا نريد حكومة بل نفضل الفراغ والفوضى، في حال كانت الحكومة القادمة هي مجرد إعادة إنتاج لحكومة العهد السابق والسماح لجبران باسيل أن يستعمل سلاح حزب الله لقمع أي محاولة لإصلاح هذا النظام السياسي. هذه الثورة قد فضحت الطاقم السياسي بأسره، بأن بالرغم من بعض الأشخاص الذين يحاربون حزب الله في العلن، هم يستعملون حزب الله كزريعة لعدم القيام بالإصلاحات المطلوبة فيما يتعلق بالنظام السياسي. المشكلة في لبنان ليست مشكلة اقتصادية، بل هي مشكلة نظام ومشكلة سيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية عبر حلفها مع جبران باسيل، وعبر حلف جبران باسيل مع سعد الحريري، الذي وضع الدولة اللبنانية والاقتصاد اللبناني في مواجهة العقوبات الأمريكية. أشكرك جزيل الشكر دكتور مكرم رباح، الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا من بيروت. صعب بهر بدرخان، هل هناك برأيك قرار دولي، لأنه أحيانا نشعر أن هناك مأزق عندما يتحدث دكتور مكرم عن موضوع الثورة، أحيانا نضع نقطتين ونقول من هي هذه الثورة، من هي وجوهها، ما هي تياراتها، ماذا يريدون، ما هي خططها، وبالتالي وكأنه أصبحت في مأزق، ما رأيك؟ الثورة. لا شك بأنه إعلان ولادة حكومة حسان دياب فيه مغزى انتصاري لمنظومة الحكم ولأحزاب السلطة، لأنه كان هناك رهان على أنه إما أن تأتي حكومة وفقا للمواصفات المحددة من الثورة، أو أن هناك أن يكون هناك عجز عن تشكيل حكومة، وبالتالي يزداد مأزق النظام. مجرد أنه عملوا حكومة يعني معناها أنه بدأوا يتخطوا الثورة. الآن الكلمة لمن؟ الكلمة لأعطونا وقت، أعطونا فرصة، امهلونا. وبالتالي نعم، الثورة حاليا ليست في أحسن لحظاتها. هل يمكن بعد فترة عندما يبدأ العمل الحكومي وتبدأ المشاكل بالظهور ويبدأ الفشل، معالم الفشل بالظهور، هل يمكن أن تعود هذه الثورة؟ نعم، يعني بالشكل الذي رأيناه في الأيام الأخيرة على وكأنك تلمح أنه بداية تراجع لهذه الثورة مقابل الدولة والحكومة، مقابل النظام، ألا نظام مقابل النظام أو نظام نعم مقابل نعم النظام. نعم يعني نعم، لابد من الاعتراف بذلك، لابد من الاعتراف بذلك مع الأسف يعني.
استاذ محمد شبارو، الى اي مدى، طبعا انا يعني لفتني بعد تشكيل الحكومه مباشره خرج الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يقول نريد ان نساعد لبنان وسندعم لبنان، بالتالي وكانه يعني خلصونا حكومه ونريد ان نعمل. حتى تصريحات بومبيو لم تكن الى هذه الدرجه سلبيه، اعطت مجال وكانه ايضا يقول للبنانيين بما فيهم حزب الله انه يعني اشتغلوا على مسار اخر. وانا لفتني ايضا مجموعه من التصريحات اللي صدرت عن محمد رعد وغيره التي دعت ان نركز في البيان الوزاري، انتظرت ان يقول مقاومه لم يقل ذلك، قال الاقتصاد والمال والطب. هل هناك مفاجأة في هذا الموضوع؟ وأنا أعتقد أن يعني أجبت نوعا ما عن السؤال الذي تطرحه، وهو البيان الوزاري هو البيت القصيد. طبعا الدول الغربية تنتهج مثل كل الدول ذات سيادة، تنتهج مسألة لنرى وننتظر ونمنحهم فرصة. طبعا هناك مؤشرات بكلام بومبيو بكلام ماكرون يعتبر ملطفا إذا صح التعبير تجاه هذه الحكومة من لون واحد، ولكن بإمكان الحكومة أن تعطيهم بيان وزاري جميل وحبوب ولكن أيضا هناك إذا كانت هذه الحكومة كما قال ضيفك هي حكومة إدارة أزمة، إطفاء الثورة وإلهاء الشعب بقضايا أخرى، ستظهر هذه أو ستسقط هذه الأقنعة في وقت قريب، خصوصا أن حيز اللعب لكوادر أو قوات أو مسؤولي السلطة والعهد اللبناني الذين حكموا لبنان على مدى 30 عاما وقامت ثورة ضدهم ليس أمامهم وقتا طويلا، فاللعب أصبح على المكشوف، وهناك مسائل حياتية بسيطة قد تضرب بإدارة هذه الأزمة أو إدارة ما يسمى هذا الانهيار الذي وقع. يعتبر هذا الانهيار برأي كثير من الاقتصاديين والمتابعين للشأن اللبناني، ولكن أنت تحاول أن تديره ولو بمساعدة أمريكية فرنسية، ولكن هل السلطة أو من ينوب أو يمثل هذه السلطة في لبنان قادر على إعطاء المجتمع الدولي شيئا من المتطلبات الأساسية، لا سيما خفض العجز، لا سيما طوي بعض من مواقف لبنان الحادة تجاه الإقليم وأيضا تجاه المجتمع الدولي. وأيضا طبعا هناك نظرية الشعب والمقاومة والسلاح، يعني هل ستكون في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة أم لن تكون، وماذا يعنيه ذلك؟ لا أدري إذا كانوا يمررون كما نقول في لعبة كرة القدم باس بانتظار أن تخرج الحكومة ببيان ملطف ونية للعمل لمنع هذا الانهيار عبر إدارته إدارة جيدة. إلى بيروت مجددا أستاذ أنطوان سعد الناشر والباحث في الشؤون السياسية، أهلا بك أستاذ أنطوان. حزب الله ليس أول مرة يتهم بالهيمنة على الحكم في لبنان وعلى الحكومات في لبنان، هل هذه الحكومة تعتبر يعني أشار نوعا ما أستاذ عبد الوهاب بدرخان إلى المنحة الانتصاري للسلطة، لكن هل هذه السلطة هل هذه الحكومة بهذه التشكيلة بهذه الوجوه تعتبر انتصار لحزب الله أو تراجع؟ مساء الخير دكتور وللزميل الكبير. المشكلة مع حزب الله أنه مدرك حجم الضغوط التي ستفرض على لبنان، ويعرف أن الذريعة ستكون أن حزب الله هو السبب لهذه الضغوط، لذلك حاول قدر الإمكان أن يؤمن مصالحه ويخلق الضوابط التي تمكنه من ضبط الواقع السياسي، ولكن مع الظهور بدرجة أقل على المسرح السياسي المحلي والإقليمي والدولي. فاعتقادي هو بتراجع معين، طبعا هو قلق كما قلق معظم الأوساط في لبنان من مشكلة كبيرة آتية وتلوح في الأفق تزداد خطورتها يوما بعد يوم، البطالة، الفقر، غلاء الأسعار، انخفاض القدرة الشرائية، كل ذلك يعني مزيد من المشاهد التي رأيناها في الأيام الماضية. أعتقد أنا أريد أن أستشيرك أستاذ أنطوان، يعني عندما بدأت هذه الثورة في 17 تشرين أكتوبر أعتقد خرج السيد حسن نصر الله بعد 24 أو 48 ساعة، أولا ليشكك بهذه الثورة، ثانيا ليضع خطوطا حمراء على أي، حتى بعد استقالة حكومة سعد الحريري، أنه الحكومة القادمة هي حكومة سياسية، وبعد ذلك قبل بفكرة التكنوسياسية إلى أن انتهى بحكومة التكنوقراط، زائد الطلب حاليا من يعني النواب يطالبون أن يتضمن البيان الوزاري مسائل تتعلق بالاقتصاد والبطالة والأزمة، بمعنى انهيار في خطاب حزب الله، ما رأيك؟
في هناك كما قلت لك هناك سعي منه كان في المرحلة الماضية لكي يؤمن ضوابط ما، وفي الوقت نفسه أن يعود إلى الوراء أيضا بعد الخطوات عن الساحة الأساسية. هو في الشكل تراجع، هو في الشكل لا يمكن اعتباره في قدرة التأثير التي كانت له حتى في الحكومة الماضية، لأنه رغم سطوته إذا جاز التعبير هو قلق من مما يجري ومن انعكاسات الفقر المقبل أو الزاحف على لبنان يوما بعد يوم. لذلك لا يمكن اعتباره أنه انتصر، أعتقد أنه قلق أسوة بجميع الأفريقيا. يعني سأسألك لاحقا أستاذ أنطوان إذا عندك معطيات حول يعني مداولات تشكيل الحكومة. كان لدينا شعور أنه يعني حزب الله لا يستطيع أن يمون على جماعته، هل هذا كان حقيقة واجهة أم لا؟ سأعود إلى أستاذ معكروم من واشنطن. هناك طبعا موقف أمريكي حتى الآن ملتبس، أريد أن أعرف منك هل هذا الموقف الرمادي الإيجابي دعني أقول قد ينسحب على دول عربية أخرى؟ لأن هناك حاليا حملات في وسائل التواصل الاجتماعي تطالب، خصوصا جماعة يعني الثورة يطالبون دول الخليج بعدم استقبال رئيس حكومة النظام السوري أو إلى آخره، يتحدثون عن الجولة القادمة لحسان دياب في الخليج. هل الموقف الأمريكي بإمكانه أن يؤثر على هذه الدول إيجابيا أو سلبيا؟ يعني هو بالاساس الموقف السعودي وموقف يعني النفوذ السعودي تراجع بشكل كبير في المرحله الماضيه او انسحب من لبنان نعم. الى حد كبير وملأ الفراغ النفوذ الامريكي، فبالتالي لا ارى يعني ان السعوديه في ورد عدم استقبال حسن دياب، لكن لا اتوقع يعني اذا لم تعطي الحريري الاموال التي يحتاجها لن تعطي لحسن دياب الاموال التي يحتاجها، فبالتالي ربما الامل في بلدان ربما أخرى إذا تمكن من الإقناع، لكن أشك يعني أن يصبح اختراق كبير. وأعتقد في النهاية ستكون ربما في القيادة أكثر الأمريكيين والفرنسيين في المدى المنظور، وهناك يعني بدون شك لبنان عليه أن يذهب بطريقة ما إلى صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة. طيب في موضوع لبنان هذا مهم جدا، لأنه في كلام كثير حول وساطة عمانية ترتبط بأي طاولة مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. لبنان أين دوره؟ أين ما هو يعني صندوق بريد لبنان؟ أي رسائل يفترض أن تمرر من هذا الطرف أو ذاك في لبنان؟ يعني لا أعتقد لا الأمريكيين ولا الإيرانيين يعني متفقين هم من عام 2014-2016 لعدم تحويل لبنان إلى ساحة مواجهة، وأعتقد رغم ما نسمعه في العراق ومقتل سليماني والعقوبات أعتقد هذا الموضوع لا يزال ثابت إلى حد ما. ليس هناك تصعيد كبير، يعني حتى كان الحريري يسهل، الأمريكيين لم يعترضوا حين سمي حسان دياب، يعني هناك إدراك أن هناك مرحلة جديدة، يعني وأن حزب الله قد يكون في موقع دفاعي أكثر من موقع هجومي في المرحلة المقبلة، رغم أن يعني الحكومة لم تغير كثير من وزير القوى، يعني حزب الله ليس لديه وزيرين، ونفوذه بطبيعة الحال ليس ضمن الحكومة، طبعًا هو خارجها طبعًا في 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 إدارة البلاد، يعني التمثيل الحكومي هو رمزي، يعني الحكومة لن تستطيع أن تذهب أن تقوم بالكثير من المطالب التي يعني نفس حكومة الحريري بمعنى عدم القدرة سوى على إدارة الاقتصاد وإدارة المرحلة. لكن السؤال الآن هو ماذا ستفعل هذه الحكومة؟ ما هي الإصلاحات؟ أشك بقدرتها على الإصلاح لأن هناك ضوابط، يعني لا يمكن محاسبة أي شخصية في النظام اللبناني ضمن المخصصة القائمة في البلاد في المجلس والحكومة وفي النيابة، فبالتالي هناك يعني ستكون محاولة شكلية رمزية كما ذكرت لي للوقف على الأقل الانهيار أو إدارته، لكن لا يعني أتوقع أن يكون لبنان ساحة مواجهة إيرانية أمريكية في أي مرحلة. شكرا لك أستاذ جو معكرون، أذكر بأنك باحث وكاتب سياسي كنت معنا من واشنطن. في القسم الأخير سأحاول أن أفهم أيضا موقع هذه الحكومة وموقع لبنان وموقع ما سيحصل بالنسبة لكل تداعيات المنطقة بعد اغتيال سليمان. أبعاد في القسم الأخير لبنان مخاض ما بعد سليماني نقاش هذا المساء. أستاذ عبد الوهاب بدرخان في الخريطة الكبرى لبنان هو جزء من هذا المحور الإيراني،
كما هو الوضع في العراق، ممكن نتحدث عن سوريا وعن اليمن، لكن على الأقل استمعنا إلى بعض الآراء التي تقول أن المعركة في هذا المجال انتقلت إلى العراق وهي واضحة في هذا هل هذا تسليم أيضا إيران بأن لا تلعب في الموضوع اللبناني وأن اللعب سيكون داخل هذا الفضاء العراقي؟ يعني هناك أيضا حقائق موضوعية. الآن حزب الله لا يستطيع أن يشعل حربا ضد إسرائيل لأنه يعرف بأن الوضع الحالي هو سيء جدا، وبالتالي أي حرب معنى ذلك أنها ستقلب المجتمع ضده بنسبة 100%. ليست لديه خيارات أيضا في سوريا، سواء مباشرة ضد الأمريكيين لأن روسيا لن تقبل بذلك، أو ضد إسرائيل أيضا لنفس السبب لأن روسيا سبق أن منعت الإيرانيين من إشعال جبهة في الجولان. إذن بقيت الجبهة العراقية، وهناك أيضا الخيارات ليست سهلة وليست مفتوحة. وبالتالي يعني نسب إلى كثير من المصادر أن حزب الله في لبنان ينسق مع فصائل الحشد الشعبي للانتقام من الأمريكيين ولطرد الأمريكيين، لكن هذا حاليا هو يعني يستخدم دعائيا لجمهور إيران وجمهور ميليشياتها، لكن بنفس الوقت لم تعد هناك فعلا خيارات عملية لا تأتي منها حسابات عسيرة. بالإمكان القيام بأي عملية ضد الأمريكيين، لكن أصبحوا يعرفون أن النتائج لن تكون سهلة. أولا عندما نصف أو قصفت قاعدة كركوك دفعت قتائب حزب الله العراق ثمنا باهظا في مواقعها ما بين العراق وسوريا. ثم عندما تظاهر قادة الميليشيات أمام السفارة الأمريكية بعد معلومات بأن السفارة مستهدفة وربما لنفس سيناريو أخذ الرهائن في طهران، كان الرد باغتيال سليماني. إذن لابد من أخذ هذه النتائج في الاعتبار، خصوصا أن إيران أيضا تضع يعني خطا أحمر أمام ميليشياتها بأنه لا يجب أن تكون أي عملية يعني أقوى من سابقاتها، بحيث تضطر الأمريكيين اضطرارا هذه المرة للضرب داخل إيران. الضرب داخل إيران هو خط أحمر للميليشيات، يعني بحيث لا تتعدى حدودها، وأيضا بالنسبة إلى الحرس الثوري وأساسا يعني تم اختراع الميليشيات حتى لا تضرب إيران، تضرب هذه الميليشيات. صحيح، يعني هذه هي المحاذير والمحددات التي تتحكم حاليا بأي رد من الميليشيات على أستاذ أطوان سعد، أريد أن أعرف إذا كان لديك قراءة لعملية تشكيل هذه الحكومة. أولا انسحبت تيارات أساسية ضد حزب الله، سلمت بأن هذه الحكومة يعني بمعنى اذهبوا واحكموا، وهذه الحكومة يفترض أنها يعني تحتوي أو كان يفترض أن تتشكل من ضمن التحالف الواحد، ومع ذلك أخذت كل هذا الوقت وكل هذا النقاش. هل برأيك كان ذلك مقصودا من قبل حزب الله، أم أن هذه المداولات كشفت أن مونة حزب الله على الحلفاء خفت، لم تعد المونة الكاملة، وأن هؤلاء الحلفاء بدأوا يتدلعون بين مزدوجين؟ أستاذ أنطوان سامعني؟ ما رأيك أستاذ محمد شبارو؟ يعني كان هذا لافت نوعا ما، كنا نعتقد يعني وكان هذا جدي، يعني عندما يطلع شخص مثل سليمان فرنجي ويهدد بالخروج، عندما خرج الحزب القومي من الحكومة وكأنه في مجال للهامش نلعب، كان قبل ذلك كانت الناس تلعب ما بين وصاية سورية ووصاية إيرانية، حاليا ما الذي يجري؟ يعني أنا أعتقد أنه لا يجب أن
يعني نتسرع ونقول أن سطوة حزب الله على القرار اللبناني قد انحسرت أو تراجعت إلى حد كبير. ربما هناك ما يعرف بإعادة تموضع، لا أدري، هناك الكثير من الحديث عن المناورات التي جرت حتى بين الأقطاب، أقطاب الحلف الواحد، لتكبير شأن أحدهم أو يعني التقليل من حجم الآخر وإظهار أنه لديهم صوت وأن لديهم استقلالية. خصوصا أنا أعتقد أن هذا الظرف رأيناه تحت ضغط الشارع دكتور أواص، لأنه اليوم يعني الجمهور على مد لبنان من شماله إلى جنوب موجود على الأرض وهو جزء من هذه التركيبة السلطوية بشكل أو بآخر، وبالتالي كان هناك أعتقد ما يعتقد أنه محاولة لرفع الدوز إلى رفع الصوت قليلا إلى الإصرار على الإصلاح أو الإصرار على الوجود بهذا الشكل وليس بهذا الشكل ضمن استراتيجيات اللعب المشترك ضمن هذا الفريق الواحد. أنا على ما أعجبنا الكامل بهذه الثورة في لبنان وهي ثورة تاريخية لا سابقة لها، هل يخيفك الشارع؟ لأنه شوارع لا نعرف من هم في الشارع إلى أين. طبعا في لبنان يخيفك الشارع، خصوصا أن أي حركة احتجاجية حتى لو كان الشارع ليس لبنانيا وليس متداخلا كما هو في هذه المنطقة يمكن أن تركب تيارات أخرى الثورات المطلبية الحقيقية، فالجميع جياع بغض النظر عن من هو مع حزب الله أو من هو مع 14 أدار أو من هو مع 8، ولكن في النهاية هناك مجال عندما تفلت الأمور في الشارع وتبدأ المواجهات أن تدخل الطوابير الخامسة وما أدراك ما هي في لبنان. أستاذ أطوان سعد من بيروت، هناك طبعا كلام حول المداد، سألت الأستاذ محمد شبارة حول هذه المسألة، يعني لاحظنا أن هناك ارتباك ولم يكن هناك شعور أنه بكلمة واحدة بخط بمخابرة تليفونية واحدة كان حزب الله أن يشكل هذه الحكومة، وكأنه أيضا الحلفاء لم يعودوا إلى هذه الدرجة مطوعين أو لديهم الطاعة العامية العمياء في هذا المجال. هل لديك هذه القراءة في الداخل؟ وهل أيضا هذا التقدم الأمريكي، سمعت حتى في هذا البرنامج أن النفوذ الأمريكي يتقدم في لبنان، هل التقدم الأمريكي في لبنان بدأتم تشعرون به مقابل تراجع في نفوذ إيران وحزب الله في البلد؟ سيدي أعتقد يعني أود أن أعلق على شيء تفضل به الزميل، هو عن الطابور الخامس واستغلال ما يجري. الأحداث المتتالية من إقفال مصاري، من إقفال شركات، من زيادة البطالة، من تجاهل الحكومة أو قوى الأمر الواقع لصرخات الناس، هي ما جعل الأمور المؤسفة التي رأيناها في الأيام الماضية تحصل. والمخيف أكثر أننا كل يوم نتقدم فيه مع مزيد من تراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار وزيادة البطالة وزيادة الفقر في لبنان، سوف نرى أحداثا مأساوية أخرى. وهذا أيضا، لكن أستاذ أنطوان يعني دعنا يعني نعترف أنه عندما يأتي متظاهرون من الشمال فيصبح هناك تفسيرات سياسية، من البقاع تفسيرات سياسية، من الضاحية تفسيرات سياسية، من كسروان تفسيرات سياسية، وبالتالي أحيانا فخخت هذه الثورة بأجندات سياسية قد تكون غير موجودة أساسا. نعم، هل حضرتك ما تفضلت به حول أنه اضطرار حزب الله إلى إظهار الحزم لكي يسير حلفاؤه بعملية التشكيل هو جزء من الأمور التي استفزت الشارع. نعم. هناك انطباع لدى أكثرية القوى الناشطة في الحراك، هناك استياء من طريقة التعامل، يعني السياسيون يتصرفون وكأن شيئا لم يكن، يتصرفون كأننا لا نزال في مرحلة ما قبل 17 تشرين الأول 17 أكتوبر. هناك ضغط سوف يستمر، وإن كان اليوم يعني معلوماتي بحسب بعض الناشطين في الحراك أن اليوم وغدا ستكون الأمور هادئة بعض الشيء، ولكن إذا جرت تعثر في البيان الوزاري سوف تعود هذه الحركات إلى الشارع. إذا بشكل سريع أستاذ أنطوان سعد، هل الوجوه أو بعض الوجوه التي تم توزيرها في هذه الحكومة ألا تفصح أو لا تقول أن هذه السلطة ما زالت تتصرف وكأن شيئا لم يكن؟ ما هذا ما يثير استياء الكوادر التي تعمل مع الحراك والقوى الناشطة والشابة. هناك شعوران يتنازعان هؤلاء الشباب،
الشعور بالمسؤولية تجاه التضحيات التي بذلت حتى الآن الوصول إلى ما تم الوصول إليه من إسقاط حكومة ومن ضغط على القوى السياسية، والشعور الآخر من قلق من زيادة الفقر وزيادة حالات اليأس عند الناس، وما يجري توصيفه بالطابور الخامس هو مجموعة ناس يائسين تمام. وستزداد أعدادهم في المرحلة المقبلة. سأعود إلى أستاذ عبد الوهاب الأخان، أريد أن يعني هناك ظاهرة اسمها حسان دياب، حتى الآن نحن يعني كمراقبين لم نفهم هذه الظاهرة، رغم كل الضغوط التي مورست ضده من يعني من بارونات السياسة في البلد، ظل يقول أنني لن أعتذر وأنه ليس هناك أساسا أي ضاغط دستوري في هذا المجال. هل هذا الرجل كان يعتمد على طباعه أو كان لديه معطيات خارجية تقول له اذهب بالتشكيل ونحن معك؟ انطباعي انه عنده فريق، يعني كان من الاصدقاء بشكل خاص او من الذين ارادوا ان يعملوا معه ويشجعوه، وبالتالي واضح كان انه فاهم تماما ما هي الصلاحيات التي تعطى له بموجب الدستور كرئيس وزراء وكرئيس وزراء مكلف، وبالتالي لعب هذا الدور بشكل وفوجئ به طبعا، لأنه يعني هناك أكثر من رواية ومن لكنها تتلاقى عند مكان، وهو أنه طبعا كان تمسكن حتى تمكن حتى وصل ثم تمكن، بمعنى أنه في البداية طبعا عرض نفسه عبر يعني القنوات لها علاقة برئيس الجامعة الأمريكية وغير ذلك، وبنفس الوقت كان هناك مأزق أنه يريدون أي سني ما له اسم لكي يصنعوا منه رئيسا للوزراء. واضح أنه كانت لديه علاقات جيدة على الأقل مع طرفين، حركة أمل وبالتالي الرئيس نبيه بري وتيار الوطني الحر وجبران باسيل، وخدماته موزعة خلال وجوده في وزارة التربية موزعة بين هذين الطرفين، بالإضافة إلى أطراف أخرى مثل عبد الرحيم مراد وغيره. هو طموحه الشخصي لعب دورا كبيرا، عندما اتخذ هذه المواقف واضح أن هناك من يناقش معه ويعطيه الأفكار بأنه في هذه المرحلة يجب أن يتشدد، في هذه المرحلة يجب أن يقول كذا، إذا تعامل أو اجتمع مع رئيس الجمهورية يجب أن يبقى هادئا ولا يذهب إلى أي انفعال ولا يذهب إلى أي تعنت. كل هذه ملاحظات أخذت بناء على يعني الانهيار الذي حصل في علاقة سعد الحريري مع ميشيل عون، لكن هذا كله لا يصنع منه رئيسا للوزراء يوحي فورا بالثقة. المجتمع الدولي ممثلو المجتمع الدولي حتى الآن لا يزالون يقولون للأطراف الخليجية عندما يناقشون الملف اللبناني بأنهم يثقون بسعد الحريري، وطبعا الأطراف الأساسية في المجتمع الدولي لا سيما الأمريكيين والفرنسيين إلى حد ما محرجون بالنظرة أو بالأحرى العلاقة التي لم تعد كما كانت بين سعد الحريري والمملكة العربية السعودية. فهذا كان سبب إحراج، لأنهم لا يستطيعون أن يضغطوا على الرياض كي تتبنى مجددا سعد الحريري، وبنفس الوقت لا يستطيعون الضغط على أبو ظبي ولا غيره من أجل تقديم مساعدات مالية يعني مهمة لإنقاذ الوضع اللبناني. وحدها قطر قد تقدم مبلغا يعني في 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 أول فرصة، لأنها سبق أن وعدت ذلك عندما زارها جبران باسيل، لكن لا أدري
إذا كانت ستغير رأيها بعدما خرج البسيط. أستاذ محمد شبار, وفي كلام الرئيس حسان دياب الكلام عن طبعا سؤال حول موضوع العلاقة مع الدول العربية, احنا جزء من المنطقة العربية ونحن ننأى بالنفس إلى آخره, لكن هل بإمكان هل يمتلك حزب الله طرف أن يوقف هجماته وحملاته ضد الدول الخليج, لأنه هي جزء من العملة اللي تصرف عند جماعة حزب الله, هل بإمكان أن نتوقع ذلك؟ يعني بالإمكان الحديث عن هذا الأمر, ولكن مسألة أن يجزم أي أحد بقدرته على إقناع المنطقة الخليجية أن تنظر بمنظور آخر إلى لبنان في وجود سلطة إذا صح التعبير يسيطر عليها من خلف الستار حزب عادة ما يهاجم هذه المنطقة, لا أدري حجم الانهيار الكبير ربما أيضا يلعب دورا كي تستمع هذه الدول أن يبقى لبنان جريحا أفضل من أن يكون ميتا في هذه الحالة, ونعني هنا الانهيار التام, ولأنه معروف أن دول الخليج ودول المنطقة هي صمام ربما المساعدة الآنية والمستعجلة كي تنقذ هذا المريض اللبناني إذا يعني تواجدت الفرص والسيناريوهات المعينة كي يمد يد العون, كما قال الأستاذ بدرخان أن قطر ربما تشارك بجزء أو بحيثية كما وعدت, ولكن المملكة العربية السعودية والإمارات هما الطرفان القادران على ربما تعويم الثقة في لبنان وإعادة الثقة في المجتمع الدولي وخلفهما يأتي المجتمع الدولي ومساعدته. أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد شبار والكاتب الصحفي, أشكر أيضا أستاذ عبد الوهاب بدرخان الصحفي والكاتب السياسي, أشكرك أيضا أستاذ أنطوان سعد الناشر والباحث في الشؤون السياسية, أشكر من كان معنا أيضا من بيروت دكتور مكرم رباح الباحث والكاتب السياسي, والأستاذ من واشنطن سرجو معكرون الباحث والكاتب السياسي. أيضا كنا نحاول أن نفهم مخاض ما بعد سليماني في الواقع اللبناني. شكرا للانتباه, إلى اللقاء.